ركبتي بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والزهر بل له التمدن والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى ليلة جديدة من ليل الندى، ليلة جديدة من ليالي رمضان، كل عام أنتم إلى الله أقرب. كما تعودنا في هذا البرنامج نلقي الضوء في كل ليلة من لياليه على حدث مهم حدث في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. ليلة نتحدث في 26 من رمضان عام 808 من الهجرة، رحل اسم كبير عن عالمنا العربي والإسلامي، رحل رجل من أهم رجال التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع. وعندما نتحدث عن علم الاجتماع لابد أن تأتي في مخيلتنا للوهلة الأولى اسم ابن خلدون. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور أحمد عبد الله، الدكتوراه في التاريخ الإسلامي والمتخصص في التاريخ الإسلامي في جامعة فان هولندا. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. بداية عندما نتحدث عن ابن خلدون ربما نريد أن نكتب كثيرا من الكتب ونسجل الكثير من الحلقات، لكن نريد أن نلقي ضوءا بشكل بسيط على ابن خلدون. من هو ابن خلدون؟ ابن خلدون شخصية عربية نتاج للحضارة العربية الإسلامية. تعريفه أو اسمه هو عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي، والحضرمي نسبة إلى حضرموت بشبه الجزيرة العربية حسب نسبه أصله العربي الأصيل، والإشبيلي نسبة إلى مدينة إشبيلية بالأندلس حيث استقر أجداده بتلك المدينة. أصل ابن خلدون هو أصل عربي كما ذكرنا، وانحدر أجداده من أصول عربية وشاركوا، كان لهم الشرف أنهم كانوا تحت قيادة طارق بن زياد في فتح الأندلس على حسب بعض الروايات، وأهله أو عائلته الخاصة كانت ذات نفوذ وجاه في الأندلس في تلك الفترة، كانوا يتمتعون بالأدب والعلم وكرم الأخلاق كما تتمتع أغلب الأسر العربية. ساهمت تلك الظروف في تربية ابن خلدون ونشأته نشأة علمية، وكان معلمه الأول كما يذكر هو والده الذي ساعده على حفظ القرآن الكريم وحفظ الشعر العربي. نزح أهل ابن خلدون من إشبيلية إلى تونس واستقروا بها نظرا لاشتداد حركة الاستبداد الأسبانية في تلك الفترة، حيث ولد ابن خلدون مؤرخنا في عام 732 هجرية، 1332 ميلاديا. تلك يعتبر نشأة بسيطة أو فكرة بسيطة عن نشأة ابن خلدون. لكن التربية العملية والنظرية، فكرة التعلم هل بدأ في سن مبكرة؟ هل تعلم في سن ده بلد؟ صحيح إن ابن خلدون نظرا زي ما قلنا إن أسرته كانت تشتغل بالسياسة والأدب، كان لهم اطلاع على الأدب والعلم، محبين للعلم. نظرا للتوسع أو نفوذهم كان مكن ابن خلدون من الاطلاع على كتب ومكتبات خاصة كثيرة، مما ساهم في تشكيل شخصية ابن خلدون العلمية والعملية. لكن عندما تتحدث عن عائلة سياسية ذات نفوذ كبير، فمن المنطقي والطبيعي أن يكون ابن خلدون أو يذكر التاريخ أنه كان رجل سياسة، لكن نتحدث عن رجل تخصص في العلوم وبين قوسين العلوم الأدبية كعلم الاجتماع. لماذا برأيك؟ ابن خلدون شخصية محيرة. فهم ابن خلدون شخصية محيرة، فهو عالم، رجل سياسة، رحالة، رجل علم، رجل دين، وكثير من الصفات لصقت بابن خلدون. ويرجع ذلك إلى قصرة ما عاينه أو عاشه ابن خلدون من أحداث مختلفة وترحاله المختلف من غرب العالم الإسلامي من الأندلس ثم المغرب ثم شرقا إلى مصر وبلاد الشام ثم وفاته أخيرا في مصر. كل ذلك ساهم في تشكيل شخصية وفكر ابن خلدون، أخذ يأخذ الثقافات المختلفة
من الدول التي مر بها، وكذلك مشاركتها في الأحداث السياسية التي كانت تدور في تلك الدول، وتوليه للعديد من المناصب كمستشار أحد الحكام، كسفير للبعض الآخر، كفقيه للمالكية في مصر، كمبعوث لعقد الصلح كما حدث مع السلطان ظاهر بركوك في مصر في تلك الفترة. البعض يقول كان مكتبة تتحرك على الأرض، توافق على هذا حقيقي، هذا حقيقي. كثرة اطلاعه على العلوم المختلفة والكتب والمكتبات شكلت عقلية ابن خلدون. ويرجع ذلك إلى انعزاله في بعض الفترات مكنه من الاطلاع والبحث فقط لعدة سنوات، وعدم مشاركته في أي أحداث سياسية أو اجتماعية، وانكب فقط على الاطلاع والمعرفة. كل ذلك ساهم في تشكيل وعلم وازدياد الموسعة أو المعرفة العلمية لابن خلدون. لكن تتحدث ذكر الدكتور عن علاقاته أو علاقاته ببعض الحكام، تتحدث عن أسرته السياسية، عن كثرة اطلاعاته وقراءاته في تخصصات شتى. هذه الفترة التي انعزل فيها، لماذا انعزل وما هي الأسباب في تلك الفترة؟ تمر على الشخصيات العديد من المحن، وتمر عليها العديد من المصائب أو كما يقال يعني. تمتع ابن خلدون بشخصية جذابة مكنته من التقرب من العديد من الحكام، فكان من أحد أهم أسباب انعزاله هو الوشاية التي كانت تسعى بينه وبين الحاكم. عندما يعينه حاكم كسفير أو كمستشار، الحاشية التي حوله تستشيط غضبا من ذلك القرب الذي ناله هذا الغريب الذي القادم من الخارج. فكل ذلك بدأ عندما يتقرب من حاكم وينول منصب، تسعى الوشاية فينعزل أو يتم عزله، أو يسافر أو يغارد يترك البلد كاملة. كل ذلك جعله يدخل في حالة نفسية كئيبة فينعزل، فيضطر إلى الانعزال. كانت تلك الفترة التي انعزل فيها. لكن كان رحالة. نعم، وله كتاب رحلتي من الشرق إلى الغرب، مذكرات ابن خلدون. هذا الترحال هل كان خياريا؟ هو رجل يريد بنفسه أن يذهب إلى أماكن كثر يتعرف منها على معلومات وعلى وقائع وأحداث، أم أنه كان يجبر على ذلك باعتبار كما قلت أنه ربما في توقيتات ما كان على خلاف ببعض الحكام؟ نظرا للأحداث بين هذا وذاك ربما. نظرا للأحداث السياسية وطبيعة ابن خلدون، حبه للعلم والمعرفة، كل ذلك اشترك في جعله يأخذ طريق الرحلة من الغرب إلى الشرق. كل ذلك مجتمع، تلك الأسباب مجتمعة، أسبابه الشخصية وأسباب شخصية وأسباب خارجية والوشايات، كل هذا جعله يسافر ويرتحل من مكان إلى آخر. ربما من أهم ما كتب المقدمة. المقدمة، نعم، حدثنا عن هذه المقدمة بشيء من التفصيل. المقدمة التي كانت نقطة التحول في حياة ابن خلدون، ألفها في عام 1377 ميلاديا. كانت تلك المقدمة بداية للكتاب أو مقدمة لكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. هو كتب ابن خلدون ذلك التاريخ الكبير ووضع له تلك المقدمة. بحث ابن خلدون في الكثير من الكتب والمصادر الفلسفية والتاريخية والدينية والعلمية والاجتماعية، وخرج بتلك المقدمة كعصارة للفكر الذي استنبطه ابن خلدون من تلك القراءات. تحدث في تلك المقدمة عن جميع أو ما يقرب علوم شتى، اجتماع، اقتصاد، فلسفة، تاريخ، دين، كثير من العلوم جمعه في تلك المعجزة كما يسميها البعض، المقدمة. نعم، إذن كانت كما قلت الآن كان يكتب في الفلسفة، هل كانت له فلسفة خاصة في كتاباته، وهل كانت له فلسفة خاصة في تناوله موضوعاته؟ ابن خلدون كان شخصية محللة للوقائع، فلسفته كانت تعتمد على التحليل وتقبل آراء النقد التي ترفض آراءه، ولم يكن متعصبا. ابن خلدون فعلا شخصية محيرة. كان يستخدم العلم أو مبادئ العلم الحديث في كتاباته في تلك الفترة، خاصة أنه كان استخدم علم التحليل ولم يأخذ الوقائع على علتها.
بمعنى أنه كان يحلل كل ما تقع عليها عيناه، وكان لم يكتفي أو لم يكتفي بتدوين الأحداث كما يفعل المؤرخين، ولكن شارك فيها وحلل واستنبط الأحكام. كان هذا تفسير جديد لعلم التاريخ. وأما بالنسبة للجانب الفلسفي في علم ابن خلدون قد اشترط اشتراط جميل جدا، ألا وهو أن من يدخل الفلسفة أو ذلك تلك المجال الفلسفي أو ذلك المجال الفلسفي عليه أن يلم بعلوم الشريعة والفقه حتى لا يشرد عقله. لأن الفلسفة بتبحث عن مكنونات الوجود أو أساسيات الوجود. يوجد من يتقبل تلك الأفكار، يوجد من لا يتقبلها، يوجد من لا يثبت عقله، يوجد لا يثبت عقله، فعليه أن يدرس الشريعة. طبيعة الحال ربما هذه الفلسفة تطرح أسئلة يعجز الإنسان عن الوصول بها الحقيقة إن لم يكن يمينه على يقين. بداية الخلق. هذا ما يحير الإنسان، بداية الخلق. إذن هل كان من المجددين؟ نستطيع أن نقول ذلك. أكيد. ابن خلدون أحدث علم الاجتماع، أو أنشأ علم أو ما يعرف بعلم الاجتماع، الذي ينسبه الغرب إلى أوغست كونت وما غيره وغيره من العلماء الغرب، ولكن الحقيقة هو أول من أنشأه هو ابن خلدون. ويقال أحد الباحثين يقول أن أوغست كونت أو علماء الغرب اطلعوا على كتابات ابن خلدون وأنسبوها إلى نفسهم. في كتاب المقدمة تحدث ابن خلدون، وأنا يعني إذا سمحت لي سوف أقرأ عليك فقرة، في علم الاجتماع بيعرف النظرية بتاعته أو نظرية ابن خلدون، هو أن اعتبر أن الاجتماع البشري ممثلا في الدولة كالكائن الحي، يولد ثم ينمو ثم ينضج ثم يستهلك نفسه ثم يموت. نظرية جديدة جدا في علم الاجتماع، أو ما قام عليها علم الاجتماع البشري كما قال ابن خلدون. جاء بعده العديد من العلماء الأوروبيين الذين اطلعوا على كتاباته وحوروا أو طوروا في تلك النظريات، وبالتبعية نسبنا تلك الأفكار لعلماء الغرب وتركنا ما ألفه ابن خلدون ومن عاثره من علماء المسلمين في تلك الفترة. مع من كانت هذه الفترة ومن الذين عاصروه في هذه الفترة من العلماء؟ العلماء تتحدث عن رجل مر بمعظم الدول العربية. أكيد. خلال فترة ابن خلدون على ما أذكر يوجد صبح القلقشندي صاحب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، يوجد عالم آخر موسوعي هو النويري صاحب كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، وغيرهم كثير من العلماء الذين صحبوا ابن خلدون في تلك الفترة. ويرجح على حسب اعتقادي أن تلك الفترة كانت بداية النهاية أو بداية الانهيار الحضارة الإسلامية. بداية انهيار الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية أو الانهيار الفكري للحضارة الإسلامية، لأنه جاءت بعده في القرن الخمستاشر ازدياد حركة، كما تحدثنا من قبل، ازدياد حركة الاسترداد الأسبانية في شبه جزيرة الأندلس، ازدياد طمع الأوروبيين في الشرق الإسلامي، تفكك وتحلل القوى الإسلامية في الشرق الأوسط، كل ذلك ساعد على انهيار الحضارة الإسلامية. ثم ظهرت بعد ذلك الثورة الصناعية في أوروبا، ثم الاحتلال الأوروبي لمعظم الدول العربية وتفكك العالم الإسلامي. التاريخ وابن خلدون ماذا تقول؟ ابن خلدون كان له وجهة نظر في علم التاريخ، فهو لم يأخذ، قال أن التاريخ ظاهره هو رواية للأيام والوقائع، إنما في باطنه هو تحليل، بحث في تحليل وأسباب المكونات التي دعت إلى ظهور تلك الأحداث، وادعى أن الأحداث التاريخية لم تحدث من تلقاء الصدفة، ولكن زعت في ذلك عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية وفلسفية وما وغيرها والكثير من غيرها من الكثير من العوامل. عفوا المقاطعة، تقول وادعى، وفارق في اللغة بين ادعى وقال. لا، قال. نعم. قال ليس ادعى، قال. أو تلك إحدى تحليلاته أن علم التاريخ له مفهوم متغير تماما عما قبله. هل صحيح أنه من جعل التاريخ علما؟ نعم، بسبب تلك النظرية وتحليلاته التاريخية للوقائع والأحداث، والأهم من ذلك مشاركته كما قلنا في الأحداث السياسية، كل ذلك جعل له نظرة مختلفة تماما
عن بقية المؤرخين. لكن ما حدث منه وهذه الفلسفة في علم التاريخ برأيك دكتور كيف أثرت في تأريخ الحضارات وبين القوسين الحضارة العربية الإسلامية؟ لم يأخذ ابن خلدون الأحداث على علتها كما ذكرنا ووضع لها أسباب طبقا للمؤثرات الخارجية والداخلية. المؤثرات الخارجية بالنسبة للدولة كالعوامل الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، المؤثرات الداخلية طبقا للمجتمع وظروف المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تميز ابن خلدون بالتمييز والتحليل، ميز بين الأحداث والوقائع وحلل وأضاف واستنبط في تلك الأحداث وعلتها. كل ذلك جعله يجعل العلم التاريخ علما. ما الذي ميز ابن خلدون عن غيره في السفة بخلاف أنه كان فقيها بأمور دينه؟ مرة أخرى ما أسألك عن ما الذي ميز ابن خلدون عن غيره من الفلاسفة بخلاف أنه كان فقيها في الدين؟ الذي ميز ابن خلدون هو أنه كان ملم بالعديد من العلوم العقلية والنقلية وكثيرها وكثير منها. كانت له نظريات فلسفية كما تحدثنا من قبل، أنه على الفيلسوف أو علم الفلسفة يتناوله عقلاء القوم، وليس لأي أحد أن يدخل في ذلك العلم. ومن يتناول علم الفلسفة عليه أن يدرس العلوم الشرعية. لكن الفلسفة في النهاية هي محبة الحكمة أو فيلوسوفيا. نعم، هي محبة الحكمة. لماذا قصرها فقط على فئة معينة من الناس؟ لأنها تشرب بذهن. ليست حقا مشروعا لكل الناس. إنها حقا مشروعا. كل من يريد أن يتعلم ويفكر. إنها حقا مشروعا لكل الناس، ولكن كان الفلسفة كانت تثير مخاوف ابن خلدون من يتناولها أحد من العامة فيشرد ويخرج عن الملة. ولذلك قصرها على عقلاء القوم، من يتحكم في تفكيره وأحاسيسه، وعليه أن يدرك ويفرق بين النظريات المختلفة للفلسفة. تحدث إذن عن فيلسوف متدين أم عن رجل دين يتفلسف؟ الاثنين معا. هذا هو ابن خلدون. هذا الفيلسوف رجل الدين، رجل التاريخ، رجل السياسة، الاجتماع، رجل السياسة. عندما تتحدث عن السياسة لابد أن تنظر لوجهها الآخر لهذه العملة وهو الاقتصاد. هل كانت له إسهامات في مجال الاقتصاد؟ كان لابن خلدون آراء في الاقتصاد، وقسم الاقتصاد من الاقتصاد البدوي إلى الاقتصاد الحضري، وأن أساس الاقتصاد هو الزراعة، وهذا كان متبعا مع الحياة البدوية البسيطة، أنها تزرع ثم تأكل، هذا فقط ما كانت تقوم به. إنتاج واستهلاك مباشر. إنتاج واستهلاك مباشر. ثم تطور الأمر مع تطور العمران البشري، الحياة الصناعية أو الاجتماعية، تطورت الزراعة إلى صناعة وتجارة، تطور اقتصادي طبيعي. تحدث عنه ابن خلدون. هو عصر الثورة الصناعية في أوروبا أم لم يعصر؟ لا، لم يعصر. نعم، لم يعصر. وكان له أيضا رأي جميل جدا في عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية وتركها كما هي. كان رأس ماليا. كان رأس ماليا. قد تحدث أن عندما تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية فإنها تنهار بسبب كثرة فرض الضرائب والمكوس على التجار. لكن بالعودة لبداية الحلقة، عائلته ذات النفوذ وربما ذات المال، هل كان لهذه الآراء الاقتصادية سبب بحكم تنشئته الاجتماعية؟ عندما تحدث عن رجل من أسرة غنية هو لا يريد أن تتدخل الدولة في أعمال هذه الأسرة مثلا. لا أعتقد. لا أعتقد ذلك. بسبب تجربة وخبرة ابن خلدون وعلاقاته المتعددة وحبه للعلم والمعرفة، فخرج بتلك النظرية. وربما يرجح أن كانت تلك أحد الأسباب التي جعلته يقول تلك أو يكون بصنع تلك النظرية. تبني في وجدانه الشخصي وفي قراراته. من الممكن أنها تؤثر. نعم، من الممكن أنها تؤثر في شخصية ابن خلدون، ده شيء طبيعي. النشأة تؤثر في الأفكار، شيء من طبيعي. نحن أمام موسوعة دكتور، عندما أريد أن أسألك سؤالا يأتي في ذهني سؤال آخر. علم التربية وإسهامات ابن خلدون في هذا العلم. ألقى ابن خلدون في على ما أعتقد في جميع العلوم بآرائي. نعم. مختلفة. ابن خلدون في علم التربية كانت له آراء جميلة، خاصة في تربية الأطفال والنشأة. تحدث ابن خلدون عن أن العلم ينقسم إلى علم عقلي وعلم نقلي.
أن عقلي ونقلي. عقلي ونقلي كما نعم. كان متبع في الحضارة الإسلامية، العلوم العقلية والعلوم النقلية، نعم. ويوجد بها الكثير من المؤلفات والكثير من الأطروحات العلمية للماجستير أو الدكتوراه. قال أنه يجب أن يؤخذ الطفل بالتدرج في التعليم، ولا يحدث كما يحدث في أيامنا هذه. يجب أن يكون تدرج في التعليم حتى تتسع مدارك الطفل. يجب البدء بالمحسوسات ثم الملموسات، أسلوب تعليمي راقي حتى ينمو وينضج عقل الطفل. وآخر شيء على ما أذكر في تلك الزاوية، هو يكون تعليم الصبي بداية بالقرآن الكريم، ثم حفظ بعض أبيات الشعر حتى تتعمق لديه قدرة الحفظ والاستيعاب. وتلك ما تلك الناحية التي أدركها علماء المسلمين، والتي أدركها الغرب الأوروبي وضرب بها العالم الإسلامي. كانت إحدى وسائل الإنجليز في مصر بالتحديد هي إغلاق الكتاتيب. فقد كان الكتاب يعلم الأطفال والنشء الصغير القرآن الكريم بالإضافة إلى الأحاديث النبوية، فيخرج الطفل لديهم حصيلة قوية من 12 إلى 13 ألف كلمة. أما الآن حصيلة الطفل لا تتعدى 3000 كلمة. لكن تقول التدرج، وكان يتبنى منهجية التدرج في التعليم، وتقول على خلاف ما يحدث الآن. لا أعي هذا الفارق الآن، مرحلة الحضانة أو كيجي، تدمير العقول، الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة ثم الدراسات العليا، أليس هذا تدرجا؟ سيدي الفاضل، منهج السنة الخامسة في الابتدائية يدرسه الآن سنة أولى ابتدائي. هل لك أن تتخيل؟ هذا فقط ما أريد أن أقول. ضغط على العقول، كب عقل الطفل، تقييده في الحرية والإبداع، كل هذا يساعد في تدمير العقلية المصرية أو عقلية العربية والإسلامية، والعربية والإسلامية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة. لكن ترى تشابها في المناهج الدراسية التعليمية في مصر والدول العربية الأخرى، وفي آلية العملية التعليمية، بحكم أنك رجل أكاديمي في المقام الأول في مصر؟ في مصر والعالم العربي تختلف قليلا عن العالم العربي. العالم العربي يتبع الآن أسلوب جميل، وهو المنهج الحديث في التعليم، وإدخال أحدث وسائل التقنية والتكنولوجيا في التعليم، بعكس ما يحدث الآن في بلدنا. وأتمنى أن يحدث هذا في بلدنا، لأنها كانت رائدة في العلوم في السابق، أتمنى أن تكون رائدة. ابن خلدون بعض الأعمال الفنية حاولت تجسيد حياة ابن خلدون، ولم يظهر فيها هذا الرجل الدين التقي الذي تتحدث عنه الآن. ربما قالوا أنه يحب الغناء وما إلى ذلك من الفنون، والكثير إن كنت تابعت بعض هذه الأعمال. هل أنصفت هذه الدراما هذا الرجل أم ظلمته؟ أنا لي رأي خاص. هل لقي قدره الحقيقي بين المثقفين والكتاب والمؤرخين والصحفيين؟ أنا لي رأي خاص في الأعمال الفنية والشخصيات التاريخية، فإنها لا تقول الحقيقة كاملة، وتظلم من تصورهم كشخصية تاريخية. على سبيل المثال شخصية صلاح الدين الأيوبي في الناصر صلاح الدين، نعم، حقيقة مغيرة تماما عن الأحداث، وأكاذيب وضعت كثيرا. هذا أعتقد ما حدث مع ابن خلدون أو غيره من الشخصيات، كمسلسل عمرو بن العاص، توجد أكاذيب كثيرة وادعاء المؤامرة ونظرية المؤامرة. ابن خلدون شخصية مختلفة عن من الشخصيات المختلفة التي تدرس وما زالت تدرس حتى هذه اللحظة، صنعت من أجلها الكثير من الرسائل العلمية والأبحاث، وما زالت شخصيته تريد المزيد من الدراسات، لأنه يعني شخصية متغيرة لم تكن ثابتة على شيء. هل ابن خلدون يتوافق مع كثير من العظام في تاريخنا العربي والإسلامي، أم في ناحية الحق المعنوي والأدبي الذي ربما لم يحصل عليه الكثير، أم تراه ربما نال من الشهرة والصيت ما يغنيه عن ذلك؟ أعتقد أنه أخذ حقه من الشهرة، وأخذ حقه من الدعم المعنوي في تلك الفترة وحتى وقتنا هذا، بدليل ما يحدث من دراسات، لقاؤنا هذا نعم. أكبر دليل على إنصاف ابن خلدون. أزمة الثقافة في العالم العربي والإسلامي، ما دمنا نتحدث عن
العلامة المكتبة ابن خلدون كما يلقبه البعض. كيف تنظر لأزمة الحالة الثقافية في العالم العربي؟ لأننا لم نعد نقرأ للأسف الشديد. لكن دكتور شرط القراءة أن يكون معك كتاب وتقرأ فيه. هناك الكثير من وسائل الإنترنت والكتب المقروءة باستخدام التكنولوجيا، هل لابد فقط من اقتناء الكتب؟ أعرف أسأل. أنتم في الجامعات تدرسون للطلاب؟ ندرس للطلاب نعم، بس ويقومون بالكثير من الأبحاث. أغلبية الطلاب لا يقوم، أنها كوبي بيست للأسف. للأسف يعتمد على النقل والاستسهال، طريقة الاستسهال مجرد طريقة التعليم نفسها أصبحت خاطئة. الطالب يدخل الجامعة ليحصل ما يريد فقط، ما يريده هو، ثم ينساه بعد مجرد التخرج من الجامعة. نفس الطريقة التي تحدث في المدارس، يحفظ الطالب ليلة الامتحان ثم في نفس الليلة ينسى ما حفظه طوال نحن أمام عملية حشو وإدخال معلومات بسعة زمنية. أكيد بمجرد الخروج من الامتحان ينسى كل شيء. أعتقد حضرتك لاحظت في تلك الفترة خروج الكثير من الشباب المصري صغير السن ليبدع في الخارج ويجلسون في مصر والعربي أيضا، نتحدث عن كل الدول العربية ليس مصر فقط. أين تكمن الأزمة؟ هل في المناهج؟ هل في القائمين على العمليات التعليمية وأنتم جزء منها؟ هل في الطلاب؟ في النهاية الطالب موقعه من الإعراب مفعول به منصوب. تنشئة البيت. يعني التنشئة هي من تؤثر في التعليم أم أن التعليم هو جزء من أجزاء التنشئة؟ التنشئة عليها عامل، دون نتحدث عن عالم من عالم علم الاجتماع. التنشئة عليها عامل كبير. يوجد أحد الأفراد من يترك ولده للتعليم ولا يتابعه، لا يتعلم، ويوجد من يحرص على متابعة طفله بالحديث ويعلمه كل ما هو جديد. فهنا التفرقة، التنشئة تصنع فرق شاسع ما بين تلك الأمور، من يهتم بطفله. أيضا أنت تتحدث عن الأطفال، بينما منذ دقائق تحدثتني عن مشكلات لطلبة الجامعات. طلبة الجامعات الإشكالية في المنظومة نفسها. أكيد سوء التوزيع، سوء الفهم أو الإدراك من جانب الطالب ماذا تريد، سوء الاختيار، أريد أن أعمل في هذا المجال فسوف أختار تلك الجامعة أو تلك الكلية. نعم. لكن أدخل حيثما البحث عن بين قوسين أكل العيش، لكن المصري أكل العيش هو الدافع الرئيسي للدراسة الآن. أكيد. هل حضر ابن خلدون في كتاباته أو تحدث عن، مادام قد تكلم عن التدرج في التعليم، ألا يوجد في كتاباته ما يستدل به الآن على محاولة إنجاح العمليات التعليمية في البلاد العربية؟ كتابات ابن خلدون تحتاج إلى مزيد من الدراسات، سوف يخرج منها بكثير من النظريات الحديثة التي يطبقها الغرب الآن، ومنها نظرية التعليم. وللأسف نحن لا نستفيد منها ولا نستفيد من أي علم. لماذا دكتور؟ لماذا نجهل دائما أهلنا وأساتذتنا وأبناءنا، وكما يقولون في مصر عقدة الخواجة؟ عقدة الخواجة. لماذا؟ نحن مستعمرون ثقافيا. توجد خطة دولية، هذا معلوم للجميع، للقضاء على الثقافة العربية والإسلامية بوجه عام. عدم التركيز على التعليم أو ضغط التعليم في مجال ليس مجاله، أجعل الطلاب يلهثون وراء كليات وبعد التخرج بطالة. أزمة في السكن، أزمة في العمل، أزمة في الجامعات، أزمة في كل شيء. هذا بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تمر أو يمر بها أغلب دول العالم العربي، كل ذلك ساعد في تلك الأمور التي وصلنا إليها حتى. نعم، لكن أنت تعلم تختلف ربما الفتوى الفقهية أو الرأي الفقهي باختلاف الزمان والمكان. أكيد. هل ما كتبه ابن خلدون وكان يسميه البعض حداثة ويسميه تحررا ويسميه اندفاع للأمام ويسميه آخرون كان مجددا، كتاباته في تلك الفترة تتوافق إلى حد ما مع الوضع العربي الحالي الآن، أم ترى هناك فروقات بعيدة بين آرائه سابقا والوضع الحالي من الناحية الفقهية؟
نتحدث من الناحية الأكاديمية والدراسة، نتحدث عن رجل المجتمع، رجل فلسفة، رجل اقتصاد، رجل تربية. أعتقد أن آراء ابن خلدون كانت سابقة لعصره، لذلك علينا أن نأخذ بتلك الآراء ونطورها ولا نظل على القاعدة، نطور في القاعدة حتى نصل إلى أرقى المراتب العلمية. انتهت حلقتنا معك سريعا دكتور أحمد عبد الله، دكتوراه في التاريخ الإسلامي في جامعة فان هولند، شرفتنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لله. شكرا لك. إذن نهاية هذه الحلقة مشاهدينا، تقبلوا تحيات فريق عملها، وهذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثمر بل له تمتن والندى، والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا على الهدى.